جددت عائلة الدوخي البيعة والولاء لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدة أن أرواحهم فداء للبحرين وقيادتها وشعبها وأرضها، وأنهم لن يتهاونوا في تقديم الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن أرضه. واستنكرت عائلة الدوخي ما صدر من إساءات من قبل قناة الجزيرة القطرية التابعة للدوحة للدولة المارقة، مؤكدة أن هذه الإساءات المتكررة لن تزيد البحرينيين إلا تماسكا. وشددت العائلة على أن أمن واستقرار مملكة البحرين مضمونان بفضل حكمة قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وأن الوطن لن يتزعزع مهما حاول النظام القطري وأجهزته الإساءة إليه.